أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل استدان من رجل ذهبا، فهل يجوز أن يردها بما يساويها من الريالات؟ رجل يقول أحسن الله إليكم: رجل استدان من رجل ذهبا، فهل يجوز أن يردها بما يساويها من الريالات؟ نعم، هذه مصارفة، لا بأس أن تصرف ما في ذمتك من الذهب بدراهم، لا بأس بذلك بشرط التقابض في المجلس. نعم.